طيب بالنسبة للحماس، العناصر المتورطة في حماس، ويمكن احنا امبارح وكما هي العادة في أي قضية وعناصر من حماس موجودين فيها بيصارعوا بالنفي، بيقولوا احنا ملناش دعوة، على الرغم طبعا كل الشواهد بالاعترافات بعناصر من حماس بيتم القبض عليها أو تصفيتهم في أحداث كتيرة. النفي من حماس والقضية الفلسطينية اللي أشار ليها وزير الداخلية إنه مش عايزين ده يعني حماس تأثر على طبيعة العلاقات ما بين الشعبين وعلى دعم مصر القضية الفلسطينية، حماس تعمل معاه إيه؟ حماس يعني مش يعني النفي اللي بينفوه، انتم متورطين من اول يناير مهاجمه السجون، ده حقائق موجوده، واحد المسجونين بعد ساعات كان بيتحدث من غزه واخر من حزب الله، الناس اللي هربت دي مين اللي خرجها والناس اللي كانت دخلت في ذلك الوقت، فتدخل حماس معروف ولا يستدعي ولا يحتاج الى اثبات. الاولاد قالوا ما هو ان احنا تسللنا ورحنا وقابلنا ابو عمر اللي هو رجل المخابرات بتاع حماس اللي خدهم وحطهم في معسكرات ودربهم على عمليات معينه، وازاي حد يجهز متفجرات وازاي يرصد الاماكن، زودوهم بالخرائط بتاعه بيت سياده المستشار النائب العام عبر جوجل وغيره وبداوا يرصدوا المكان. تورط حماس واضح، فأنا بعتقد إن زي النهاردة دول الخليج ما خدت قرارها باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، يجب إن احنا مع الدول العربية ومن خلال الجامعة العربية أيضا إن احنا نسعى إلى هذا، ناخد نفس القرار مع التفرقة أيضا زي ما السيد حماس وحزب الله، حماس وحزب الله برضو في حناصر من حزب الله كانت متورطة مع برضو حماس. الوضع في الاعتبار أن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هو قضية مصر الأولى وقضية العالم العربي كله، وإحنا لن نتخلى عن القضية الفلسطينية، وأبو مازن نفسه يعلم جيدا وأبو مازن عارف إن حماس نفسها على اتصال بإسرائيل، للأسف في اتصال وفي تعامل بينهم وبين إسرائيل.